في 6 سبتمبر الجاري أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المستشار هشام جنينة كأول رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بعد الثورة، خلفاً للدكتور جودة الملط الذي تقدم باستقالته في مارس 2011، وتولت الدكتورة منيرة أحمد أعمال رئيس الجهاز. كان المستشار جنينة رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة وأحد مؤسسي طيار الإصلاح القضائي، من مواليد مدينة المنصورة بالدقهلية، وتخرج في كلية الشرطة. بدأ العمل كضابط في مديرية أمن الجيزة، ثم انتقل للعمل في النيابة العامة حتى أصبح قاضياً، كما ساهم في تعديل قانون السلطة القضائية، فضلاً عن دوره الفعال في مجلس إدارة نادي القضاء. ويتولى المستشار هشام جنينة الآن مسؤولية أهم جهاز لكشف الفساد في مصر، حيث أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وهدفها الأول الرقابة على أموال الدولة وهيئاتها والشخصيات العامة. لكن بعد الثورة كانت هناك انتقادات لأداء الجهاز، فكيف يرى المستشار هشام جنينة مستقبل الجهاز المركزي للمحاسبات في دستور مصر الجديد؟ وبماذا تكتمل منظومة مكافحة الفساد؟ سيادة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أولا بشكر حضرتك على وقتك الذي يعني منحته لنا بأن احنا نقدر نجري معك هذا الحوار للتعرف على مجموعة من الإجابات لأسئلة كثيرة يمكن بتدور في عقل الرأي العام. يمكن أول سؤال، وهو سؤال بسيط جدا لكن مهم للسادة المشاهدين أن يفهموا، ما هي وظيفة الجهاز المركزي للمحاسبات؟ لمن يتبع؟ ما هي وظيفة أو دور رئيس هذا الجهاز؟ ما هي صلاحياته؟ ما هي سلطاته؟ ما هي خطوطه الحمراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بحضرتك وبالإخوة الكرام الضيوف على الجهاز، وشرفتونا، وأنا سعيد بلقاء سيادتك لما لك من مكانة وقيمة كبيرة بعتز بيها. وأنا حريص على التواصل مع حضرتك ومع أخواننا في الإعلام حتى تتضح الإجابات على التساؤلات اللي سيادتك تفضلت بيها، وهي هذا المجهول وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، واللي قد تكون الصورة غائبة عن كثير من المواطنين عن دوره وأهمية وجوده وما جدوى منه. الحقيقة أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو جهاز عريق ومن أقدم الأجهزة الرقابية وأعلاها مكانة في مصر، وهو أنشئ بغرض حماية المال العام وإحكام القبضة على الجهاز الإداري في الدولة بمختلف فروعه وأشكاله المتنوعة، حتى يأمن كل مواطن في مصر على كيفية استخدام المال العام الاستخدام الأمثل اللي يعود بالنفع عليه من خلال توظيف هذا المال العام لأغراض تعود بالنفع على المواطن البسيط، سواء في مناحي اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية، في كل مناحي الحياة، لأنه الجهاز متشعب بإداراته وشعبه منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وبترصد وبتراقب وبتدقق فيما ينفق من مال عام، سواء داخل الجهاز الإداري والوزارات التابعة للجهاز الحكومي في الدولة، أو داخل الشركات القبضة أو الأحزاب أو النقابات أو النوادي، حتى الجمعيات المعانة بمال عام من الدولة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وبمعنى أصح أو أدق، إن كل ما من شأنه يتلقى دعما ماليا من الموازنة العامة للدولة، الجهاز معني بتتبع هذا المال فيما أنفق، وإذا كان هذا الإنفاق
يتحقق به نفع عام أم هناك شبهة إضرار أو إفساد من خلال إنفاق المال العام. وبالتالي مطلوب من الجهاز المركزي للمحاسبات أنه يكون هو العين الفاحصة والمدققة بديلا عن مجموع الشعب. وبالتالي كانت هذه المهمة المسندة إلى الجهاز تحت رقابة مجلس الشعب في وقت من الأوقات عندما كان الجهاز يتبع مجلس الشعب. وعندما ارتأى المشرع أن هذا الجهاز بما يؤديه من رقابة كاملة على مناحي الحياة في مصر وإعلاء لشأنه، نقلت تبعية هذا الجهاز إلى رئاسة الجمهورية وأصبح الجهاز تابعا للسيد رئيس الجمهورية مباشرة. ومنذ إنشاء هذا الجهاز وحتى الآن وهو يطلع بمهام ودوره، ولكن هناك فترات غيب فيها عن عمد هذا الدور بقصد تمكين الفساد من التغلغل إلى مناحي الحياة في مصر. وده خطر شديد طبعا. ده خطر شديد جدا. وما فيش شك انه يعني ما نسمع عنه من قضايا فساد واعتداء على المال العام هو نتيجة تغييب وغياب هذا الدور الحقيقي. في نهاية الأمر حضرتك في النهاية عندك تقارير، معلومات، بيانات. الجهة التي تقدم لها هذه المعلومات هي جهة واحدة اللي هي رئاسة الجمهورية، عشان أكون فاهم صح أو غلط؟ لا لا، هو الحقيقة وفقا لقانون إنشاء الجهاز هو بيرفع تقاريره إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب وكذلك الوزير المعني بالرقابة المالية داخل وزارته. إذا ما كانت الرقابة هتمتد إلى وزارة معينة رصد فيها الجهاز تجاوزات مالية أو إدارية، فإحنا بنكلف بإبلاغ الوزير المعني بالملاحظات. فكده يبقى رئيس الدولة اللي هو الرئيس المعني حسب التشريع اللي حصل أنه هو بيتبعه، ثم رئيس الحكومة بوصفه يعني مسؤول عن الحكومة والسلطة التنفيذية، والوزير ورئيس مجلس الشعب لأن هي دي جهة التشريع والرقابة، والرقابة على الحكومة ثم الوزير المعني، لأن ممكن يكون هناك برضو وجهة نظر أخرى ممكن يتردى فيها أو كده يعني بالزبط. لأن حضرتك جهة تدقيق لكن مش جهة أحكام. لا 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 مش كده، مش لازم نشرح. لا طبعا دي كويس أن سيادتك أثرتها، لأنه هناك خلط دايما بين دور الجهاز المركزي المحاسبات. البعض المواطنين البسطاء بيعتقدوا أن الجهاز يملك المحاسبة أو المساءلة من خلال تحقيق أو إجراء قضائي، ده لا يملكه الجهاز، ولكن هناك جهات قضائية مختصة. كل ما لدى الجهاز من صلاحيات هو أن يرفع تقاريره اللي بتتضمن مخالفات أو جرائم، إذا كانت مخالفات إدارية بترفع إلى النيابة الإدارية، بتشكل جرائم جنائية اعتداء على المال العام، ممكن نقول بترفع للنيابة العامة، نقول ما يعتقد أو ما توصل إليه من معلومات يعتقد أن هي تشكل بالزبط. لأنه حضرتك أكدت لنا أو تفضلت أنه مش جهة لا حكم لا على لا الأمور لا. هو توصل إلى معلومات استقرت في يقينه بناء على مقارنتها بالأنظمة واللوائح والقوانين أنها مخالفة، ما فيش كلام. فبالتالي هو يعني ينقل هذه المعلومات ثم يترك بقى لجهات بالزبط. التحقيق ثم جهات القضائية إذا اتنقلت من المرحلة دي للمرحلة دي يبقى القضاء يقول كلماته في النهاية. كلام مظبوط تماما، لأنه إحنا دورنا بينتهي عند رفع تقاريرنا إلى الجهات القضائية المعنية. أنا مش دوري إن أنا أحقق في الوقائع اللي تضمنها تقرير الجهاز، ولكن إذا ما تبين لي أو استشعرت أنها تتضمن مخالفات تشكل إهدار للمال العام أو إضرار عمدي به برفعها للجهات المعنية، هي النيابة العامة،
وهي بتجري تحقيقا يعني بشأنها. أنت تضيء الضوء الأحمر بالضبط كده يا جماعة. أنا شايف هنا في تجاوز مالي، تجاوز مالي أيوه. وهنا ممكن أن يثبت في مرحلة ما أنه تجاوز حقيقي أيوه، أو يفتح الباب للكشف عن تجاوز أخطر بالضبط، أو يثبت أنه ما كنت تعتقد انه تجاوز انه مش تجاوز بالظبط، مش كده؟ وهذا ما يحدث فعلا هذا ما يحدث. وبيبقى برضو واجبك زي ما بتنبه ان في خطر، ممكن لو كان هناك اطراف قيل انهم تجاوزوا وثبت انهم ما تجاوزوش بتحميهم. طبعا طبعا. وعشان كده ان حضرتك مستشار وداخل قلبك وضميرك بعد ما خافت الله انك انت كمان تظلم بريء. طبعا طبعا. وده اللي بيدعوني الى يعني رغم حرص كثير من وسائل الاعلام على كشف امور دقيقه وتفاصيل في تقارير الجهاز، انا يعني بحترم ما عهدت نفسي عليه اثناء عملي القضائي. لا يصح اني اوجه اتهام او اشهر بحد قبل ان يثبت من خلال تحقيق ينتهي الى ادانه قاطعه واحاله للمحاكمه ان اوجه اصابع اتهام لاحد، لانه مجرد توجيه اصابع الاتهام بتلحق اذى بالشخص وباسرته، وقد ينتهي هذا التقرير في وجهة مغايرة لما أثبت فيه من معلومات، لأنه جهات التحقيق القضائية هي اللي تملك حفظ هذه الأوراق. أو سؤال بسيط يا فندم، إذا كان الأمر يتعلق بجهة أو شخص ما موجود في الدولة، هو سؤال يبدو بديهي بس لازم أسأله، بيسأل هو شخصيا؟ طبعا بيسأل، بيسأل من خلال الجهات القضائية. أنا من ناحيتي لا أجري تحقيقا مع أي شخص يثبت تجاوزه المالي أو الإداري يعني من الجهاز. الورق عند حضرتك بيقول كده أيوه، لكن أحيانا الأرقام الصماء فنم مش بالضرورة تعني الحقيقة المطلقة. طبعا. فممكن لو خدت الملف ده وقعدت مع الشخص نفسه وسألته، أنت يعني في واحد اتنين تلاتة، تقدر تشرح لي، انا مش بتهمك، تقدر تشرح لي هذا الموضوع، هل ده بيحدث ولا بس انتوا تتعاملون مع الاوراق واللوائح والوثائق والقانون؟ هو اللي عايز اقول لحضرتك انه التقارير عندما توضع في الجهاز بتتم من خلال نقاش بين اعضاء الجهاز والجهة المراقبة اللي بتخضع للرقابة. يعني في حوار. طبعا طبعا طبعا. وفي الاول استفهام يعني مش بالضرورة اتهام في الاول. لا 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 لا. انا عايز اعرف منك لو تحكي لي كذا كذا كذا. لا يعني يعني هو دايما اعضاء الجهاز عندما يذهبوا للرقابة المالية على اي جهة من جهات الدولة بيلتقوا بالعاملين في هذه الجهة وبيطلبوا منهم المستندات والاوراق اللازمة للفحص الدوري، وعندما تقدم إليهم أوراق أو مستندات هم بيستعلموا بدورهم عن أي ملاحظة تستوقفهم. في علامات استفهام فهو عايز يفهم ومن حقه أنه هو يستوضحها. وإذا ما وضحت أمامه معلومة إن لا تشكل إهدار المال عام لا يضمنها تقرير. في أحيانا حالات، وأنا متفق مع حضرتك وكلنا وصلنا إلى اقتناع بأنه الفساد أصبح للأسف أسلوب حياة، يعني تغلغل في يعني من قمة الهرم إلى أسفله داخل المجتمع المصري، وهي ليست قضية جهات حكومية فقط ولكن لأنه في فاسد ومفسد ومتأثرين بالفساد، وكلنا للأسف شركاء في بطريقة أو بأخرى مباشرة أو غير مباشرة في هذا الموضوع. حبيت بس أوضح النقطة دي. لكن من الممكن أن يكون في إنسان في إدارة حكومية شريف نزيه مخلص يريد إنجاز عمله، لكنه قول مثلا جاء من خلفية هي خلفية قطاع خاص القائمة على تحطيم القواعد والبتاع، يعني في ناس ممتازين جدا بس يقول لك أنا ما أقدرش أشتغل في الحكومة، ليه يا عم؟ لأني هتحبس تاني يوم، لأن هتيجي تقول لي أصل اللائحة والنظام وطريقة طرح الحاجات، أنا ما أعرفش أشتغل، أنا أعرف إن أنا أنجز، حاسبني على إنجازي، لكن إذا شفتني انتفعت، إذا شفتني كذا حاسب، لكن يظل دائما القانون لابد من الالتزام به.
لما بتواجه حالات زي دي بتعمل يعني انت شايف الكيس اللي عندك انه لم يلتزم بالاجراءات الانضباطيه مثلا في الموضوع الفلاني مناقصه او حاجه او بتاع، لكن كل الارقام اللي موجوده قدامك كل النتائج اللي موجوده قدامك بتقول ان الراجل ده خالف القواعد الانضباطيه، لكنه ولا فسد ولا افسد بل جاء بنتيجه رائعه للمؤسسه بتاعته. أيوه. بتتعامل ازاي مع حاله زي دي؟ هو تقدير هذه المساله مش بيد الجهاز، هو الجهاز دوره رصد بس، رصد فقط، يقول لك لاحظنا. اما مساله التقدير والموائمه اللي حضرتك تفضلت بيها دي بيقوم بيها قضاة التحقيق والمحاكمه، هما اللي بيقدروا اذا كان هذا الفعل الغرض منه تحقيق مصلحه ام اضرار بالمال العام، لان هناك قصد خاص في جريمه الاضرار العمدي بالمال العام لابد أن يتوفر في الأوراق وأن يثبت، وبالتالي الجهات القضائية المعنية بالفحص والتدقيق في من خلال تحقيقها هي اللي مطروح عليها هذا الأمر بشكل واضح وصريح، ولها أن تنتهي إلى حفظ الأوراق طالما أن. بس للأسف ثقافة المجتمع أنه لحظة ما دخل حد للتحقيق بالذات هو موظف عام يعني بيكون اتدمر، لكن أيوة. لكن انا على فكره مش رجل قانون، لكن انا بتكلم من باب المنطق والانسانيه اللي عارف اللي هو ملهوش دخل كبير قوي في انضباطيه تنفيذ القانون. ايوه. انه هل مش ممكن انك انت وانت شايف انه اساسا هو مفيش وجه للفساد، هو في مخالفه اجرائيه لكن مفيش مخالفه فساد، يعني مش شايف، انت مش شايف في الورق فساد، انت شايف واحد أيوه. يعني تخطى قوانين للمصلحة العامة وانت متأكد من المعلومة دي، برضو لازم توصل الى انه جهة التحقيق هي اللي تحسم ده، ولا ممكن تيجي تحفظه لانك انت شايف انه وتنبهه فقط انه قد تجاوز. هو اللي عايز اقول لحضرتك ان بالنسبة للصورة اللي حضرتك طرحتها دي، طالما انه ما فيش مخالفة مالية وبالتالي لا استطيع ان انا احيله للنيابة العامة، لكن ممكن يكون مخالفة اجرائية، لكن ممكن تكون مخالفة اجرائية وهو ده اللي ممكن يتم التنبيه عليه بيها، سواء من خلال الجهاز ورفعه لتقاريره للجهات المعنية او الجهة الاعلى منه، او الجهة الاعلى منه تنبهه انه انضبط وخلي بالك وده بنقوم به بشكل دوري منتظم ودوري. يعني كل ما بنرصد مخالفات بنرفعها للجهة او للمستوى الاعلى منها، لا خلي بالك هناك مخالفات تتمثل في 1 2 3 حتى لا تتكرر في التقارير اللاحقة، وده بهدف تصويب الأداء مش بهدف اصطياد أو يعني استهداف بغرض تنكيل أو إرهاب، لا، لأن أنا مدرك أنه كثير جدا مما أصاب الأداء في مصر من الجهاز الحكومي هو نتيجة هذا الترهل والروتين الذي يعوق بالفعل ناس شرفاء كثيرين كانوا بيروا أن في هذه القيود الإجرائية والروتينية ما يعيق حركة وتقدم الأجهزة ومحاولة النهضة بها. لابد يعني إذا كان شيء بشيء يذكر، إذا كنا بنعد دستور جديد لمصر ينقلها إلى مصاف الدول الديمقراطية المتحضرة، أنه يعاد النظر في إنشاء دستور جديد ينظم حركة الجهاز الحكومي في مصر. مش هنخترع دستور جديد أو آليات جديدة للعمل، أنا أتمنى أن احنا ننقل تجارب وخبرات دول سبقتنا في إصلاح منظومة العمل الإداري والحكومي، لأن احنا مش أول دولة في العالم فيها مال عام وفيها ولوائح وقوانين يعني. وبعدين للأسف أنه اللي بيفسد كثير من التجارب المنقولة هو محاولة استخدام الفهلوة المصرية والالتفاف حواليها تفسيرها بطريقتنا فأتمنى أنه يعني التجارب الناجحة أنقلها بكاملها
لأنه مجرد تفريغها أو الالتفاف حولها هتفرغ الهدف من التبرع. إذا كانت العبرة بثلاث مبادئ وهي أنه ما فيش فساد أو إفساد وكفاءة والعبرة بالإنجاز الحقيقي والفائدة على المجتمع، يبقى يعني أنا مش محتاج أن أنا أعقد الدنيا على الناس. بالظبط، وهو ده لازم يبقى الهدف للجهاز الحكومي. لكن أنا فوجئت، يعني أنا من بين الأشخاص اللي تم تعويقهم داخل الجهاز المركزي المحاسبات. عندما حضرت لأجد أكثر من 20 أتوبيس وعربية ملقاة في العراء بسبب أن هذه السيارات خرجت في حسب عمرها الافتراضي من الخدمة، وبالتالي يجب بيعها وأموالها دي تقول للدولة. عندما سألت تبين لي أن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية هي اللي بتخطر، علشان هي اللي تجري المزايدة ثم تدخل في مزايدة وتباع فيها ثلاث سنين وأكثر ملقاة في العراء. الحاجة اللي كان تمنها 10 قروش بقى تمنها قرش دلوقتي، وده إهدار للمال العام، وده بيحدث داخل الجهاز المركزي المحاسبات. في مثل مصري شعبي يقول لك ضبط الشغل أهم من الشغل، يعني الشكل تسد في الورق، تسد في الورق كده يبقى مظبوط، لكن مش مهم النتيجة إيه. لا، وهو ده المنطق اللي سائد في الجهاز الحكومي، بينما منطق صاحب المال الخاص لا. اللي هو ماله يقول لك أنا هات لي نتيجة، أنا عايز أنجز، أنا ما نمشي على فلوسي يوم، فلوسي اللي برة دي أجيبها، الشيء اللي لازم يتباع يتباع، واللي أنا قلت لهم أنا لو دي سيارتي الخاصة مش هسيبها كده، أروح أبيعها تاني يوم طبعا قبل ما سعرها ينزل طبعا وأشوف غيرها. أهو ده حماية المال العام. بس بيصطدم بمعوقات وروتين حكومي قاتل للأسف. لو ومعوق، لو عند حضرتك عصا سحرية، أيوه، وحضرتك داخل الصورة وشايفها دلوقتي، أول 3-4 أمور يعني لو عندك مثلا سلطة هنا، أو أحدثك كالمواطن المستشار هشام جنين مش رئيس هذا الجهاز الموقر والمحترم، لو بإيدك عصا سحرية، لو عندك سلطة التشريع، إيه شايف 3-4 قرارات الفورية اللي لازم تكون موجودة عشان مصر تقفز وما يبقاش الجهاز الحكومي مكبل للتطور والنهضة؟ ان انا اعطي صلاحيات كاملة لكل جهاز في ان يطور اداؤه ومنظومة العمل فيه، وعلى قدر الصلاحيات اللي اعطيها بلا قيود تكون المسؤولية، يعني لابد ان تكون هناك مساءلة، لانه السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وبالتالي لابد من حساب للصلاحيات التي أعطيت ومنحت لكل جهاز من أجهزة الدولة حتى ينهض من كبوته. ده لن يتأتى من خلال الآليات اللي موجودة حاليا في الجهاز الإداري للدولة. للأسف الشديد أنه إذا استمر الحال في الجهاز الإداري والحكومي للدولة على ما هو عليه، فلن يستشعر المواطن بإصلاح حقيقي في منظومة الأداء للجهاز الإداري في الدولة. اللي أنا بقوله أنه بداية الإصلاح لابد أن تكون من ثورة في داخل هذا الجهاز الحكومي، ثورة على غرار الثورة اللي حصلت في 25 يناير، ثورة تزيح القوالب الجامدة. لأنه أنا لما جيت هذا الجهاز وجدت، أنا بدي مثل على نفسي وأعتقد أنه هيكون معمم في سائر الأجهزة، وجدت ان هم عاوزين يحصروني في قوالب جامدة كان بيسير عليها من سبقني، وهو ده اللي ادى بينا الى هذا الحال المتردي. فلابد من اعادة النظر الى المنظومة باكملها والخروج عن هذه القوالب الجامدة وهذه الأطر. بس انا سعيد انه حضرتك رئيس لجهاز رقابي هام او الاهم في مصر، وتطلب باعطاء صلاحيات، مش انك تقيد صلاحيات، بس بالمقابل المساءلة طبعا، فتدي له فري هاند انه يتحرك وانه ينجز وانه يشتغل، لكن يبقى عارف في الاخر انه في مساءلة، في مساءلة في الاخر زبط لهذا الموضوع. طب ده القرار السحري رقم واحد. ايه تاني كمان تحب تشوفه؟ احب ايضا ان يعني اطلق عمل الاجهزه الرقابيه بالشكل
الذي تؤدي فيه عملها على الوجه الأكمل، لأنه الشيء اللي كان بيعيق عمل أو منظومة مكافحة الفساد داخل مصر هو تعويق الأجهزة الرقابية، مما لا شك فيه أنه كانت بترفع تقارير عن تضخم ثروات أو كسب غير مشروع لجهاز الكسب غير المشروع، وكذلك تقارير عن فساد داخل إدارات وأجهزة الدولة لهيئة الرقابة الإدارية، وكانوا بيعدوا تقارير بيرصدوا فيها هذه التجاوزات، وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات كان بيعد تقارير بفساد مالي وإداري، ولكن كل هذه التقارير كان مقالها فين؟ ما هي إذا كانت المحصلة صفر يبقى أنت عملك لغو لا طائل له، ولكن إذا كانت المحصلة في أنه تفعل هذه التقارير بحيث تسد الثغرات اللي بينفذ منها الفساد المالي والإداري فهو ده يبقى النجاح بعينه.